عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير اخواني واخواتي، حياكم الله. لايف السريع المفاجئ اليوم راح اقول لكم الموضوع باختصار الحين، بس اعطوني دقيقة، ما ادري اذا اقدر اسوي كذي وبعدين اسكر البوستات. انزين اذا سكرت راح يصير اخ راح ما فايدة. المهم حياكم الله، وادري لايف استثنائي ومفاجئ كان صراحه، طرع على بالي موضوع حلو وحبيت اشارككم فيه. الواحد ما يضمن عمره يلحق على لايف لاي ولا لا، خصوصا ان احتمال الاسبوع الجاي ما يكون عندنا لايف يوم الاحد، لان عندي دوره السبت، دوره تطمن رقم 18 وهي الاخيره اللي اقدمها عن طريق يعني الاونلاين. يعني قلت احتياطا نسبق بلايف، واللايف سريع وخفيف ان شاء الله ما اطول عليكم. الفكره منه ان في عندي طارت على بالي قاعد اكتب وابحث في شغلات، في اعمال لما نسمعها اجرها ضخم، اجرها كبير. طيب ليش بعضنا ما يسويها؟ نستثقل العمل. لما نسمع النص النبوي او الايه القرانيه الحديث في فضل هذا العمل من فعل كذا فله كذا، والله من اللي يسوي كذي، الله يوفقه يا بخت، يعني كذي، فنستثقل الموضوع. فحبيت انه باللايف هذا اعطيكم يعني الطرق شلون تطبق هذا العمل باسهل ضرب، اما اني اقترح لك اقتراح او اني اوضح لك الموضوع ببساطه، ترى مو مثل ما انت تتخيل، شوفه من طريقه ثانيه وزاويه ثانيه راح تشوف انه بسيط، يعني راح اسهل لك اياه حتى احيانا نفسيا، يعني ما راح اعطيك شيء عملي، لا ماكو شيء، بس نفسيا راح تستسهل الموضوع لما اعطيك المعلومه عنه او الشيء يعني الطريقه اللي ممكن تشوفها فيه. زين خلينا نبدا. هم 12 عمل بصراحه، 12 طريقه. العمل الاول، وهذا دائما انا يعني تكلمت فيه وايد وفيديوهات قديمه بس احب اكرره لانه يعني وايد اجره كبير. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قام بعشر ايات، اللي يصلي قيام ليل يقرا 10 ايات بس، لم يكتب من الغافلين. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. أنت متخيل هذا الوصف اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقانتين والقانتات، وعن مريم كانت من القانتين. شلون أنت تكون من القانتين؟ تقوم الليل بمئة آية، هذا هو إيش زي مئة آية؟ والله وايد. لا أنا الطريقة اللي يعني أقولها طبعا هي أكثر من تجمع لك صور مجموعة مئة آية توصل لها. الصور اللي أنا دائما أقولها عشان لأن أغلب حافظها وسهلة، صورة عمية السائلون النبأ، وصورة النازعات اللي وراها على طول، واللي وراها الثالثة عبسة، مجموعهم 120 آية تقريبا، يعني انت متجاوز ال 100 آية. كلهم على بعضهم الثلاث ترى أربع صفحات في القرآن، أربع أوجه بس. أربع أوجه. يعني لو تصلي قيام ليل ورا العشاء قبل لا تنام آخر الليل كيفك. تفتح المصحف قدامك إذا محافظهم وتقرأ كل واحدة مثلا كل وجه ركعة، أربع ركعات أنت خالص 100 آية وزود، وتكتب عند الله بإذن الله تبارك وتعالى من القانتين. هذا العمل الأول، لا تسألوا تسويه مرة. أعرف واحد بالإمارات من 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 آل مكتوم، عسى الله يحفظهم، دعاني مرة جزاه الله خير، كان عندي محاضرات ودعاني على مثل يعني غبقة احنا نسميها، فقال لي هو نفسه الشيخ هذا، قال لي: أنا من سمعت منك الفيديو هذا قبل سنوات وما تركت الموضوع، من سمعت منك كل ليلة. قلت له: والله انا ما اسوي كذي، انا مو كل ليله اقوم كذي، فعسى ربي يكتب اجر. الموضوع لما الواحد يتعود عليه ترى مو صعب انك تقرا انت صفحه واحده وجه مصحف مفتوح بالصلاه القيام. الامر الثاني، قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص عن قراءه القران، قال: اقراه في شهر. كان يقرا كل يوم يختم. قال: لا تفعل وايد كل يوم. قال: اقراه في شهر، فاحنا اقل الختمه عندنا شهر، في روايه 40 يوم. خلنا على الشهر. اني انا اختم القران في شهر، طبعا بعض الناس يقول: والله ختمه في شهر برمضان. لا، احنا نبي يصير كل شهر ختمه، ماشي متعود عليها، صعبه وين تخيل اللي زين. خلينا نسهل الموضوع، عشان انت تقرا شهر تختم تحتاج تقرا كل يوم تقرا جزء، الجزء ياخذ منك عمليا 20 دقيقه. 20 دقيقه ما تطلع لك باليوم صعبه، مو لازم حتى متصله، خمس دقائق 10 دقائق كيفك، تليفون بيدك، المصحف موجود فيه، متى ما شوي بس افتح الابلكيشن مال المصحف وقرا، اقرا صفحتين ثلاث وقفتني سكره او ادخل في ما ادري وين تبي تدش مره، يعني 20 دقيقه يجمع لك اياها من اليوم كله، ممكن قبل ما تنام.
يعني لان البعض شنو اللي يثقل على الواحد؟ فتحت المصحف وانا مو على وضوء راح اتوضا خلاص ان شاء الله باكر يتكسل. الايفون ما يحتاج على وضوء، يفتح على طول اقرا لك صفحه صفحتين وروح راح تخلص الجزء بسهوله. ال 20 دقيقه سهل انها تطلع باليوم. طبعا يعني 20 دقيقه على القران شويه يعني كتاب الله سبحانه وتعالى، احنا نقول على الاقل ان الواحد يعطيها ال 20 دقيقه ثلث ساعه عشان يختم ان شاء الله ختمه كل شهر. ثلاثة من الأدعية والأذكار العظيمة اللي لها أجر كبير اللي هو من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء قدير في اليوم وفي الليلة 100 مرة، كان كمن اعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكان في حرز من الشيطان. يعني أجر كبير. لكن احنا نقول والله 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد على كل شيء وايد. احنا نقول عمليا ياخذ له 10 دقائق بس، 10 دقائق. بتقول لي ما عندي 10 دقائق؟ لا، لك انت المستفيد من الاجر اللي فيه. دبرك 10 دقائق صبح و10 دقائق بالليل يعني بعد الفجر بعد العصر، وقول هذا الذكر وشوف اجره. طبعا وين شو ممكن اقوله؟ ترى الموضوع مو لازم تكون قاعد مكانك، يعني ان شاء الله بالسياره عندك مشوار، مرات نايم على فراشك، مرات قاعد بالصاله ولا عادي، المهم انك انت تقول هذا الذكر 10 دقائق راح تخلصه وتاخذ الاجر الكبير. أربعة كفاله يتيم. هذا الموضوع سهل، لكن انا اقول حق يمكن بعض اخواننا اخواتنا الموظفين الجدد، في عاده طيبه عند اهل الكويت وانا اعرف وايد ناس طريق عشان شي قاعد اقول عنها. عاده شباب وبنات اول ما يتوظف اول شيء يسويه يروح حق لجنه استقطاع كفاله يتيم على طول، 10 دنانير 15 دينار 20 دينار اللي هي بهال 20 دينار انت شهريا ما راح تنقص منك شيء، انت اسمك كافل يتيم، اسمك مع النبي عليه الصلاه والسلام كهاتين في الجنه باذن الله. فاستقطع من راتبك عند اي لجنه تقدر بالقيمه اللي يعني تشوفها مناسبه لك 10 دنانير 15 20 اللي هو، وانت اسمك يكون ان شاء الله انك كافل يتيم. قرات كتاب، وهذه ازمه وايد من الناس مو قادر اقرا كتاب، شيء خلص هالكتاب. ما احنا ما نتكلم عن ان شلون انت تحبب القراءه اللي في قلبك ولنفسك، ان شاء الله يا رب يكون لنا موضوع في هذا. لكن مبدئيا اذا قدرت تلتزم كل يوم 10 دقائق او حتى 5 دقائق قراءه استمر عليها، كم صفحة تخلص مو مشكلتي هذه، المهم تلتزم كل يوم 5 دقائق، لا تطوف الخمس دقائق حتى لو دايق بنام افتح 5 دقائق اقرا الكتاب، اقرا والتزم بهالخمس دقائق. الى مدى بعيد راح تتعود على القراءة، راح تشوف نفسك خلصت كتب. وابدأ بالكتب السهلة اللي انت تحبها، الفنون والانواع اللي انت تميل لها اكثر، كانت قصص كانت شرعية تربوية اللي هو شيء انت تحبه بلش فيه التزم 5 دقائق وراح تشوف نفسك واذكرك. ويا ربي بعضكم راح يدز لي ويقول والله استمريت والحمد لله فعلا حققت شيء وايد، لان في ناس سووا كذي، احنا لما بدينا كذي والحمد لله الحين صار قرار بالنسبه لنا شيء سهل وعاده جميله. 6 حاول يكون لك كل يوم مجلس ذكر، تقعد فضل مجالس الذكر كبير، كيف ان الله يذكرك في من عنده قوموا مغفورا لكم وشيء وايد. الحين وين تباعد مجلس الذكر؟ ترى سهل، يوميا مثلا 10 دقائق يوتيوب محاضره ولا درس او لايف تعرفه في ذكر الله سبحانه وتعالى تحضره 10 دقائق، لا تكثر على نفسك. ترى كل اللي قاعدين نقوله 10 دقائق مني، ربع ساعه مني، 5 دقائق مني، بس شوف الحصيله اللي تحصلها من العلم من الاجر من المعرفه من الثقافه من الذكر، اشياء وايد وهي كلها ترتب اوقاتك، بس تخطف لك الدقائق هذه وشوف الانجاز اللي راح تحققه. فكل يوم تحط لك مثلا سلسله في بعض الكتب المقروءه، تكون كتب شرعيه مقروءه حلوه مسموعه تقدر انت تسمعها في الدرب وانت تتمرن وانت تمشي في الممشى، هالفتره هذه انت تكون في مجلس ذكر